بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم في هذه اللحظات تعلن انطلاقة وتحديات شوطنا الثامن عشر بمجموع الأشواط ضمن انطلاقات أشواط الانتاج والمنتجين مع المحليات الأصايل. اللقاية ننطلق مع هذه الشعارات ومع هذه الأسماء على أرضية ميدان المرموم، الميدان الذكي الذي يحتضن انطلاقات وتحديات هجنية أبناء القبائل على أرضية هذا الميدان. أتقدم مع الصدارة، نطالع المقدمة والبداية على المركز الأول في هذه الانطلاقة مع الحذرة. مسري بن سالم بالعرضية يتقدم على المركز الأول، المركز الثاني وتابع ندى 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 سلطان بن علي بن سلطان بالهناوي الاكتبي القادم على المركز الثاني والمركز الثالث. نتابع المركز الثالث القدوم من الكايدة عبيد بن سعيد بن محمد بن سعيد الاكتبي. المركز الرابع، المركز الرابع حملولة نايد بن مسلم بالزفنة العامري القادم على المركز الرابع. والمركز الخامس من حاف الواصلة عبد الله بن عتيج الرميثي القادم على المركز الخامس. النقلة للمركز السادس وتابع حملولة غصن بن سالم المالكي القادم على المركز السادس. سابع المراكز سمحة أسعد بن سعيد بن خلفان الرشيدي القادم. ونتابع المركز الثامن، هذه اللي وصلت حفلة سويدان بن سعيد بن حضيرم الاكتبي القادم مع حفلة. والمركز التاسع نتابع مخيفة محمد بن عبيد بن سويد العامري القادم على المركز التاسع. والمركز العاشر غند 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 الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير من يتقدم مع غند وانطلاقة غند على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة. ولكن بعود إلى الصدارة، بعود إلى ندى، من بحثت عن الندى في مسار هذا الشوط غيرت مع المركز الأول. سلطان بن علي بن سلطان ينطلق لكتبي على المركز الأول مقدم الندى. المركز الثاني الكايدة القادمة على المركز الثاني عبيد بن سعيد بن محمد بن سعيد الكتبي قادم مع الكايدة. المركز الثالث شعار نايد بن مسلم بالزفنة العامري القادم مع هملولة في هذه اللحظات. والمركز الرابع الحذر مشري بن سالم بالعرضي والناطق الرسمي قادم مع منحافة عبد الله بن عتيج الرميثي القادم على المركز الخامس. سادس المراكز مزون، أول ندى لمزون علي بن لاحج الحلامي. ما شاء الله الكيلومتر الأخير وصل شعار أسعد بن سعيد بن خلفان الرشيدي قادم مع سمحة. ولكن بعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة، عودة مع الكادر العلوي عبر قنوات دبي ريسينج الحاضرة على أرضية هذا الميدان. ندى بالهناوي، ندى على المركز الأول، ندى على الصدارة والمقدمة. العايدة ملكية ندى لسلطان بن علي بن سلطان بن هناوي الكتبي يتقدم. الناطق الرسمي قادم والرشيدي قادم، قادم من بركة في هذه اللحظات يتقدم مع سمحة. أسعد بن سعيد بن خلفان الرشيدي الرشيدي يبحث عن ناموس هذا الشوط مع هذه الانطلاقات مع هذه التحديات. ولكن شوط المحليات الأصايل مع الناطق الرسمي من حافة من حافة والرشيدي قادم الرشيدي قادم. عادت سمحة عادت سمحة سواحل الباطنة وأهالي بركة في هذه اللحظات يتقدمون على المركز الأول. أسعد بن سعيد بن خلفان الرشيد الرشيدي روح بناموس هذا الشوط. أهالي بركة سلام سلام يا أبو سعيد. شكرا عبد الله بن سعيد بن خلفان الرشيدي من تابع سمحة وانطلاقة سمحة
في مسار هذا الشوط من ميدان المرموم إلى سواحل الباطنة إلى السلطنة المركز الثاني مع الناطق الرسمي المركز الثالث مياس مانع بن أحمد، برحم المركز الرابع ملغوثة لسعيد بن أحمد، بالعثة بالخزع العامري، والمركز الخامس مخيفة لمحمد بن عبيد بن سويد العامري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت، لحظات التوقيت الزمني، لحظات وصول سمحة، أكد هذا الشعار حضور سمحة في صباح هذا اليوم في أشواط الإنتاج والمنتجين 6 دقائق و17 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سمحة سعد بن سعيد بن خلفان الرشيدي، تهانينا والناموس لداعم هذا الشعار سعيد بن خلفان الرشيدي المركز الثاني. نتابع 6 دقائق 19 8 أجزاء من الثانية وصلت من حافل عبد الله بن عتيب بن عبيد الرميثي والمركز الثالث. نتابع مع التوقيت لحظة وصول المركز الثالث 6 دقائق 21 جزئين من الثانية مياسة مانع بن أحمد برحمة الشامسي. تهانينا والناموس للجميع. هكذا التواصل يستمر وهكذا تأتي الانطلاق.